انا دلوقتي قادر ان انا ادفع تكلفه، قادر ان انا ادفع تكلفه قرض جديد بفوائد جديده، وانا الديون الخارجيه عندي عماله تزيد. المانيا هي الدوله اللي تراجعت عن المفاعلات، بتفك المفاعلات، واخر حاجه مشهوره ان هم بيندموا على هذا القرار. وشركات اللي بتنشئ المفاعلات النوويه في العالم كلها داخله في مرحله افلاس. بصوا يا جماعه، المشكله مش انا محتاج، انا محتاج المحطه ولا مش محتاج المحطه، ما هحتاج الطاقه دي كمان 25 سنه ولا مش هحتاج. بس محتاجة تكلفه ده عليا قد ايه، وهقدر اسدده الاجيال اللي جايه تتحمل قد ايه اعباء. مدفوعه يا جماعه، دي مؤجله اساسا لبعد انشاء المحطات وانتاجها، هنبتدي ندفع الزوايد، وانت عندك ديون خارجيه على الاجيال اللي جايه. التزام يعني مش عايز نعمل اي مشروعات، يعني ما نعملش اي مشروعات ونفضل محلك سر كده، بحيث ان لما تيجي الاجيال الجايه اللي تبقى اللي انا اعرفه ان انا لما اجي احنا بنبني دوله يا لما اجي افكر في قطاع، احنا ببني دوله، احنا بنعمل مشاريع، معلش احنا بنعمل مشاريع قوميه، للاجيال اللي جايه. بمناسبه ده الكلام ده كويس جدا، بمناسبه بس من سنين فاتت. لا بالعكس، النهارده لازم الجا لمسائل مردود على الدول المتقدمة على هذا الكلام. عشان خيارات الدول، في العالم الاول تختلف عن خيارات الدول في العالم النامي، وراجع معاهده كيوتو بتاعت حمايه المناخ. انت حضرتك عايز تبقى ان الدول الناميه عايز تبقى عالم اول، عايز تبقى عالم اول ولا عايز تفضل ماسك؟ انا بقول تجربتي في العالم الاول، كنت ضد المحطه النوويه دي من بدايه اقتصاديا، ولكن لما رحت روسيا وشفت المحطات المماثله وشفت انه ليس فقط فكره انتاج الطاقه، ولكن ايضا كل البحث العلمي المصاحب، فكره ان انا بدرب الناس، فكره ان انا بخلق جيل جديد، بخش احنا كده بنتكلم عالم اخر وسفير جديد. ده حمل من البلد، ماشي. انا عندي هيك انا عامل ضد رجل العلم، وده مهم في اقتصاد، ال 25 مليار دولار ان احنا نوجه طاقتنا في الطاقه المتجدده. الطاقه المتجدده ايضا مكلفه جدا على فكره، عارف انها مكلفه، جدا ايضا لكن هي ليست وموجودة. اكثر تكلفه، وموجوده واحنا بنستثمر السؤال فيها. السؤال، احنا ليه بنحط على نفسنا هذه الاعباء واحنا نقدر نقسم هذه الاعباء مع التطور الطبيعي للاقتصاد المصري؟ هو دي ايوه، بس انت لازم في اشياء لازم تبداها الان، هو دي الان لكي تنتج بعد المحطه دي هتنتج 26 26 ايوه، هتكون في على الاقل 20 محطه في العالم اتفكت. لا طب احنا بنتكلم على حاجه يا فارس، هم عشان هيفكوا في المحطه عنها بيسيبها. روسيا معظمها يعيش على الطاقه الاحفوريه طبعا، ولكن ايضا في طاقه المانيا فكت 17، المانيا قررت انها تفكك 17 مفاعل، فرنسا لسه عندها 66 مفاعل شغالين وما عندهاش اي نيه، وامريكا فيها 56 مفاعل بتفككه.